لكن الناس بواسد الا حمسنا 20 مارس، لان كريقات 74 سنه اريد تحرك الفلكس درجه، كريقات 74 سنه درجه، كريقات 74 سنه. اقتفينا اثر البجرفاوي الذي كان يتنقل بين المدن صحبه تلامذته لملاقات الباحثين وعلماء الفلك. هنا بورشه الحاج الحسين بايت ملول كان رحمة الله عليه يواظب على تقديم دروس تطبيقية لطلابه بغية مساعدتهم على التمرس في ضبط استعمال التقنيات العلمية المستعملة في استخراج أوقات الخسوف والكسوف وميلاد الأقمار وزوالها وتحديد المطارب الفلكية وزوايا ارتفاع الأجرام في السماء وغيرها من التقنيات. جاء مع الطلبة ديالو وقضى معايا واحد تقريبا يوم، قضى هنا النهار كامل. بعد واحد المدة أخرى جاء زارني مع الطلبة أخرين وقال لي على ربي لا مسمحني إلا طولت عليك الزيارات. قلت لي راه هذه مدرسة ديالك يا شيخ، هذه راه المدرسة ديالك، وقت ما عجبك واخا تمشي اليوم وغدا تجي بعد وتجي ما كاين حتى شي مشكل. وفرح مسكين فرح بهذا الخير هذا، لان انا بان لي هذاك السيد واحد الانسان اللي هو كيهتم بهذا العلم 100%، الوقت ديالو كلها عطاها لهذا العلم، وكيحب هذا العلم واحد المحبه اللي هي خارقه للعاده. لذلك السي بن المكي رحمه الله عليه هو اللي شجعنا باش نشتغلوا على هذا العلم هذا بما اوتينا من قوة. لذلك ولله الحمد الان راه صنعنا واحد العدد ديال مسبار الميزان، واحد 8 ديال مسبار الميزان قسمناهم على المدارس العتيقه اللي كيتقرا فيهم هذا العلم هذا اللي هو العلم الهيئه الفلكيه. لذلك لما اي مدرسه عتيقه مشينا لها هذا 8 ديال المدارس العتيقه بلا ما الا ذكرنا الاسماء ديالهم ولا ما نذكرهم، كاين تنالت، كاين غشان، كاين تمسولت، كاين تليل، كاين ازرو، كاين دار الومان، كاين المدرسه ديال هنا ديال هورا. لذلك هاد المناطق كلها دينا لهم هذا الالات اللي كيقراوه به دابا هذا العلم الهيئه الفلكيه، لان العلم الهيئه الفلكيه هو الاصعب، لان واما العلم الحسابات راه هو اسهل، لكن العلم ديال الفلكيه هو اصعب. لما علاش صعيب؟ لان الانسان ملي كتكلم معاه كتكلم معاه في السماء، وكل واحد والتصور ديالو كيداير، كل واحد وكيفاش كيتصور الكلام ديالك. ولكن بحمد الله هذا المسبر الميزان اللي حنا صنعناه وديناهم المدارس هو وحدنا به التصور ديال الطالب، ديال اي واحد دابا كيتكلم في السماء حنا حطينا له المواقع ديال السماء والمواقع في البروج وفي المنازل وفي الشهور الميلاديه والشهور الفلاحيه. والمهم حطينا ذاك الخير بالضبط، كل منطقه كيتكلم عليها راه معروفه. لذلك قلت ولا بدا غادي نجرب ديك القضيه اللي قال السي بن المكي، فعلا جربتها في هذه المدارس العتيقه. بديت لهم بالهيئه بديت لهم بالصوره ديال الهيئه الفلكيه. هما كيرسموا الطلبة، كنقول لهم ديروا دائرة، فرقوا الدائرة 90 90 90 4 180 درجة في النصف 360 درجة في الدائرة. كنقسم لهم كل خانة كنقسموها ثلاثة ديال الأبراج، هنا ثلاثة هنا ثلاثة هنا ثلاثة، هنا راه الأبراج الصعيدة، هنا أبراج الهابطة، هادو أبراج الشماليين، هادو الأبراج الجنوبيين، وهذا موقع الاعتدال الرابع، هذا موقع الاعتدال الخريفي، هذا موقع كذا. لذلك شحال ديال المدة فاش تعرفوا الطلبة على هذا العلم هذا؟ تعرفوا تقريبا قريب لثلاثة ديال السوايع وتعرفوا على هذا العلم هذا، لأن وصولت الأساتذة ديالهم واش هذا العلم كانوا كيقراو، قال لي كيقراو ولكن كيقراو في السماء، كيقراو ما كاينش مواقع. لذلك ولله الحمد بسبب هذا الرجل العظيم اللي هو السي بن المكي اللي هو جا، لان الانسان الا ما شجعك راه ما غادي دير والو، راه كل علم الا ما كاين شي واحد اللي يدفعك وراك راه ما غادي دير والو. لذلك كنطلب الله سبحانه وتعالى باش يرحمه ويغفر ليه ويجعل هذا الخير هذا في الصحيفه ديال الحسنات ديالو. حديث عن سيد محمد الغجوفاوي هو حديث عن عالم من اعلام الفكر.
الفقه والعلم والتقوى بمنطقة زوج بل في المغرب ككل، بحيث يعد عالم من عالم التوقيت أو ما يسمى بعلم الفلك، حتى إنه يزار من قبل العديد من الطلبة الباحثين على المستوى الوطني، طلبة يلجون للمدرسة البوكاكية خصوصا في الصيف من فاس، من مراكش، من وجدة، من جميع من مناطق سوسة بطبيعة الحال. أكثر من هذا، سيدي محمد بورجفوي يعد شاعرا متمكنا، نقول شاعر متمكن باللغة العربية الفصيحة، لذلك مركز أجلو أصدر له ديوانا سماه منظومات سيدي محمد البورجفوي، تتضمن قصائد عديدة في شتى المجالات، في التوقيت، في الفقه، في اللغة العربية، في العوائد والعادات المحلية المرتبطة بأجلو، في إطار السقي بالسقية، في إطار توزيع الماء، في إطار البحر، في إطار أسماء الأسماك والعديد من الأشياء. سيدي محمد البورجفوي كذلك يتميز بكونه إنسانا متواضعا، يعني خبرناه ورافقناه سنوات وسنوات، إنسان لا يرد رسائلي سؤالا ولا يعني يبخل بما لديه من علم، بحيث تعد وفاته بطبيعة الحال يعني خسارة ليس فقط لسوس بل للمغرب ككل. رحمه الله، انتقل إلى الرفيق الأعلى في شهر أبريل من سنة 2017، يعني الآن نحن في قريبا تحل الذكرى السادسة لوفاته رحمه الله تعالى.